منو اللي يقول ما نقدر؟ منو اللي يقول احنا نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عالم كفيف تقني، مؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر، الدرس رقم 63 في عالم الأندرويد مع برنامج جديد وإن شاء الله يكون مفيد لكم. نرفع بإيدنا الراية، احنا نقدر نرسم البسمة على عيون البشر. احنا برنامجنا لهذا اليوم Voice Changer with Effect. البرنامج هو فيه خصائص متعددة، يسجل الأصوات بصيغة MP3. لنشاهد خصائصه المتعددة مع بعض. أول ما نشاهده في هذا البرنامج الخيارات الموجودة فيه. Voice changer with effect button. Voice changer بدون إزرار، يعني اسم البرنامج بدون الإزرار. More option مزيد من الخيارات. تسجيل ونورمال. 46 items. Voice changer with effect مرة ثانية، وبعدين في voice changer with effect ثانية، وبعدين بدت المؤثرات هيليوم وvoice changer with effect إزرارين وراء بعض بعد كل effect، يعني هيليوم بيج روبوت روبوت كل واحد فيهم. خلينا نلاحظ voice changer normal voice changer with effect voice changer with effect بعدين هيليوم voice changer with effect voice changer with effect وهكذا في المؤثرات او المؤثرات الثانيه. انزين الحين نبدا من اليسار فوق. اول ازرار في البرنامج المنيو او voice changer with effect اللي هو تضغط عليه button اللي هو المنيو. شنو داخل المنيو؟ اسم البرنامج save recording لستة piano rate this app recommend this app to friend يعني هاي تقترحها على أصدقائك. like us on Facebook هاي خيارات متعلقة في البرنامج. Settings. وإعدادات contact support وabout. انزين خلنا نروح على setting. كلمة setting شنو داخلها؟ طبعا هني low ceiling هاي طبعا احنا ما نستعمله فما نحط check box عليه. text to speech language Use system language تخليه كما هو، أو ممكن نروح text to speech نختار مثلا Arabic. حلو. Settings. الآن navigate up تمام. Voice changer with effect رجعنا للمنيو الثاني. Voice changer with more options. رجعنا للقائمة الرئيسية اللي فيها كان قلنا voice changer button وبعدين voice changer اسم البرنامج وبعدين more option وبعدين الافكتات بعد كل افكت voice changer على مرتين. انزين شنو فائدة كل ازرار؟ طبعا المور option فيه مزيد من اللي هو مزيد من الخيارات، فيه اني انا اسوي امبورت للفويس وبعدين اتحكم او اغير الصوت اللي فيه، مثلا
أجيب لي صوت ولنفترض نورمال وخليه هيليوم ولا خليه روبوت ولا هاي. طبعا أنا ما أبي أدخل على الإمبورت في المور أوبشن، خليني نشوف أرويكم إياه الإمبورت مثلا. import pre recorded sound يعني أنا أسوي استيراد للملفات المسجلة أو create voice from text delete current recording okay هني عندي تسجيل وعندي normal voice changer effect قلنا لكم button والvoice changer with effect button ثانية. انزين الحين قبل أسوي voice changer with effect وأقول لكم شنو فائدة الإزرارين اللي بعد كل effect، أبي أسوي تسجيل يعني تسجيل صوتي لصوت تجريبي ونشوفه. يقول احنا ما نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر الحين اول شيء بنسوي التسجيل مع بعض. انزين نضغط التسجيل هني بيقول لنا مرة ثانية tap to start recording. طبعا احنا نسوي recording او التسجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تجربة للدرس الخاص بالاندرويد. تمام الحين نوقف التسجيل بضغطتين على طول في الشاشة بدون ما نحرك. نشوف الان normal نسمعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تجربة للدرس الخاص بالاندرويد. انزين كيف انا سمعته، كيف سمعت الملف؟ طبعا عندنا اول شيء قلنا هني المنيو، بعدين فويس تشينجر العادي اللي بدون منيو. ثواني فويس تشينجر وذ افكتس اوكي، فويس تشينجر وذ افكت باتن نطوفها، فويس تشينجر العاديه بعد نطوفها، مور اوبشن نطوفها، تسجيل بعد نطوفها، بيلنا النورمال اوكي، يعني بيلنا الافكت اللي هو النورمال الصوت العادي النورمال. النورمال بعده مباشره في فويس تشينجر باتن اوكي، هذه يشغل ويوقف الملف. فويس تشينجر وذ افكت الثانيه يعطيني خيارات بعد شوي بنشوفها. زين انا الحين بجرب مو بالنورمال، بروح على اي افكت ثاني بيج روبوت وبضغط بعد كلمه بيج روبوت فويس تشينجر وذ افكت ضغطه. نشوف اوكي، هذه رواني ان في بالفعل تسجيل ولكن تغير صوته بصوت ريبوت. زين خلينا نروح نرجع لنورمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هذه تجربه للدرس الخاص بالاندرويد. نقدر اثناء التسجيل اثناء السماع نسحب الى ان يقول لنا بيطلع لنا نورمال، بعدين بيطلع لنا سي كنترول اللي هو خاص بالتسجيل يعني بالتشغيل اللي قاعد يشغله، وبعدين سحبه بعد فويس تشينجر وذ افكت نضغط عليه نوقف الملف. انزين اذا الازرار الثاني يا حسين او الازرار الثاني يا شباب بعد نورمال في فويس تشينجر الاول اللي احنا شغلنا فيه ووقفنا فيه. زين الازرار الثاني شو يعطينا خيارات؟ خلنا نشوف. آسف طب هني بعد أيوة يعطينا خيارات وهي شير سيف ريكوردينج تسجيل الريكوردينج تسجيل كرييت فيديو وذ ايمج وذ اد ايمج يعني يسوي لنا فيديو من الصوت اللي احنا سجلناه ما شاء الله.
sent as phone ringtone. يعني هذا التسجيل تبي تسوي نغمة افتراضية للرينجتون. Set as notification ringtone. Set as notification بعد ممكن نخلي نغمة المسج. أوكي نرجع. Set quick save share. طبعا الشير معروف انه يشارك لنا مع كل البرامج الاخرى. سيف ريكوردينج. سيف ريكوردينج لو سويت له سيف راح الاقي في فول في فولدر الفويس تشينجر افكت اللي موجود في الفايل مانجر. بتلاقون فويس تشينجر وذ افكت داخله فويس تشينجر سيف ريكوردينج او فويس تشينجر او فيديوز. اوكي الفيديوز طبعا حق هاي كريت ايمج. اوكي الحين لو جربنا كريت ايمج كريت ايمج بيقول لك بيك ايمج. بقول له في عندنا الديفولت وعندنا جاليري وعندنا تيك ا فوتو. قبل كل كلمه بتن هاي البتن ان ليبلد اختيار. يعني الحين لو انا اضغط على بتن اللي قبل الجاليري بيكون هو بيفتح لي الاستوديو. لو قبل تيك ا فوتو اللي هو الكاميرا بيفتح لي الكاميرا وبصور نفسي وبضيفها على المقطع الصوتي. تمام مجرد ها مجرد ما سويت الخطوه خلينا نجربها مع بعض. بختار الديفولت ها مجرد ما سويت المقطع مجرد ما سويت المقطع حيقول لك فيديو ادد تو جاليري. شير تبي ديليت و بتن انليبلد. بصراحه للحين انا ما جربته لكن في شير وديليت هاي اهم شيء. يعني شير اللي هو شير الفيديو ترى هني كلمة الشير حق الفيديو. الشير القبلية حق المقطع الصوتي قبل لا تسوي فيديو. تمام back. نرجع باك. Voice change show normal. إذن عندنا save recording. شير وسيف ريكوردينج. سيف ريكوردينج يسجل المقطع في الفولدر الخاص في الفايل مانجر بصيغة MP3. الكرييت ايمج بيسوي MP4 وبيسوي لك اياه فيديو مع صورة ثابتة انت تختارها اما بالديفولت او بالجاليري او ب يعني الاستوديو المستعرض اللي عندك يعني من خلال جهازك مثلا اي فولدر عندك او من خلال انك تحط صورة من الكاميرا مباشرة تصور نفسك وتحطها. وعندك ممكن انك تحفظ الملف هذا عن طريق على شكل نغمة افتراضية للتليفون او للنوتيفيكيشن اي الاشعارات. اذا الفويس تشينجر عندنا له ثلاث فوائد. الفائدة الاولى اني انا اي ملف عندي سمعته وعجبني ابي احوله MP3 واحتفظ فيه. ممكن اسوي له مشاركة من الواتساب حتى مشاركة ها واختار برنامج الفويس تشينجر فيخزن لي اياه على شكل MP3 في فولدره بعدين اخذه اي مكان به. اثنين ممكن احول هالملف الى صور فيديو وارفعه عندي على القناة. وممكن اخر شيء اني اسوي من الملف اللي انا اخترته في الفويس تشينجر الى نغمة رنين او نغمة اشعارات. واخيرا وليس اخرا ان ممكن اسجل من خلال الفويس تشينجر واغير صوتي فيه نورمال ريبوت مثل ما قلنا. تمام اذا النورمال في زرارين وراه زرار يفتح ويسكر المقطع وزرار يفتح لنا القائمة كما وضحنا سابقا. هذا بالنسبة لدرسنا اليوم. بيكم ان شاء الله درس ثاني قد اسويه في الفويس تشينجر اذا تفعلت الخاصية خاصية تحويل النص الى كلام. ان شاء الله اذا تفعلت راح تحويل النص الى صوت اسف راح اعمل له ملاحظة صوتية على خاصة بالفويس تشينجر اذا كانت فعالة هالخاصية. اذا لم تكن فعالة ان شاء الله
في دروس قادمة أوضح لكم أمور جديدة في عالم الأندرويد. اشتركوا في قناتنا، زوروا موقعنا snfqatar.org، اقترحوا علينا ما تريدونه في الواتساب في عالم كفيف تقني. عندكم snfqatar.org داخل كل جميع وسائل الاتصال بنا. يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونون مستفيدين معنا في عالم كفيف تقني مؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر. منو اللي يقول ما نقدر؟ منو اللي يقول احنا نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ منو اللي يقول احنا نقدر؟ احنا ما نقدر نقدر. منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ ربنا خلقنا لغاية، لازم نوصل للنهاية ونرفع بإذن الراية راية الدين الأغر. ربنا خلقنا لغاية، لازم نوصل للنهاية ونرفع بإذن الراية راية الدين الأغر.